الزيارة الأولى للسيسي للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة في نهاية هذا الشهر بمدينة نيويورك الأمريكية هي حدث هام للغاية قد لا يتكرر كثيرا بالنسبة لهؤلاء نشطاء أمريكيون من أصل مصري يستعد من الآن للترحيب بقائد الانقلاب على طريقتهم الخاصة. احنا النهاردة بندرس المواقع حوالين الأمم المتحدة بنتعاون مع البوليس نفهم فين الحدود بتاعتنا كتظاهر وكمداخل لأن انت يعني القانون هنا بيدينا حرية مساحة كبيرة جدا من الحرية ان احنا نكون في أقرب قريبين جدا منه فيما لا يتخيله هو فاحنا لا شك ان احنا هنطوله وحتف البيض والطماطم هنا دي تعتبر حاجة يعني ماينر اوفنس. والله الحقيقة ان انا رحت اجيب اول تصريح البيرميت بتاع الوقفة اللي احنا هنقف قدامها فلقيت ان الكوميونتي افير او المسؤول البوليس قال لي ان جميع الناس المقدمين اكتر من 20 بيرميت الجماعة التانيين المؤيدي لقائد الانقلاب العسكري ولقيتهم كالتالي أقباط المهجر ما هو الجمعية المصرية القبطية الأمريكية الكنيسة الإنجليكية حقوق المرأة المسيحية فحولوها لحرب طائفية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وإحنا أنا يعني طول عمرنا نقول إن إحنا نسيج واحد والله وأنا أربأ بالشعب المصري إنه يشارك في هذه المؤامرة. اللافت للنظر أن استعداد النشطاء للاعتراض على زيارة السيسي تعدى طباعة اللافتات وترتيب إقامة التظاهرات بل تطور الأمر لتنظيم فعاليات يومية تقدم بشكل فني أمام مقر الأمم المتحدة وهو المحطة الأساسية لزيارة السيسي. توصلنا إلى فكرة لجذب الأمريكان وهي الفكرة عبارة بسيطة جدا إحنا قدرنا نتوصل ونعمل تقريبا في حدود من 10 لغايه دلوقتي عاملين 10 عربيات فرعونيه اللي هي العربيه الفرعونيه اللي كان بيمتطيها الفراعنه في الحروب وواحد مننا بيلبس الزي الفرعوني ومعاه الفلاير دوت دعوه للاحتشاد للترحيب بالديكتاتور السيسي. زياره هامه واستعدادات اهم يقوم بها ابناء الجاليه المصريه هنا للاحتجاج بطرق مبتكره على ما يصفوه بالزياره المرفوضه لقائد الانقلاب المصري. آملين أن تصل رسالتهم الواضحة إلى كل أحرار العالم. مصطفى الحسيني، الجزيرة، مباشر مصر، نيويورك.